مشاهدينا الكرام، نبدأها بهذه المباريات الظاهرة معكم على الشاشة. من كلباء البداية الذي يستضيف الأهلي في استاد اتحاد كلباء الساعة 6:26، بعد ذلك بنياس نبدأ بأولى المباريات اتحاد كلباء والأهلي. المباراة كما أسلفنا ستقام في استاد اتحاد كلباء، ساعة الملعب 5000. نستعرض معكم مشاهدينا أهداف الجولة الأولى في يوم الأمس. من نقطتين في حوار العوير. قمة الغير منذر عبد الله. كابتن منذر، كيف ترى الأسماء التي تحضر لاتحاد كلباء؟ هذا في تغيير يعني كبير على التشكيلة. راح نشوف طبعا محمد عثمان في المرمى، احمد سليمان على عبد الله فرج، سلطان رمضان وجوهر مصبح. لا اسامة، انا اعتقد الاقرب يكون عبد الرحيم في اليمين وديانيت تحت ديوب او بجانب ديوب. هذا الاقرب وهذا اللي تعودنا به يعني. سيوافينا الكابتن منذر عبد الله بتفاصيلها الفنيه والتحليليه، وبامكانكم متابعه كافه تفاصيلها الحاضره على